السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله مع بعض كده في فيديو صغير حوالي 10 دقايق هنتكلم فيه عن حاجات مهمة لازم ناخد بالنا منها في الامتحان بإذن الله. طيب، أول حاجة أنا حبيت إن احنا نكون بالمنظر ده علشان في حاجات هتساعدنا واحنا دلوقتي واحنا بنتكلم. احنا عندنا الامتحان بتاعنا عبارة عن أكتر من سؤال. أول سؤال عندنا هو سؤال المحادثة. سؤال المحادثة ده عبارة عن 4 نقط بـ4 درجات، 4 نقط بـ4 درجات. ازاي تحل سؤال المحادثة؟ ببساطة جدا، تكون عارف 3 حاجات، 3 حاجات تحل بيهم سؤال المحادثة. اول حاجة لازم تكون عارف ومذاكر اللانجوج فانكشنز بتوع كل يونت اللي هي بنستخدمها في حل المواقف. طب ديت نذاكرها منين؟ دي ممكن نذاكرها يا اما من شرح اليونتات العادي، يا اما من الفيديو اللي احنا شايفينه ده، فيديو ازاي تحل سؤال المحادثة وسؤال الموقف. اول 40 دقيقة منه او اول 30 دقيقة تقريبا، دول متجمعين فيهم كل اللانجوج فانكشنز اللي موجودين في المنهج عندك، تمام؟ فيبقى عندنا اول حاجة لازم نذاكرها اللانجوج فانكشن عشان نحل سؤال المحادثة. طيب هل ده كفاية؟ لا، برضو ده مش كفاية. احيانا بتكون انت اتسألت سؤال فانت عايز تجاوب، واحيانا بتكون في اجابة فانت عايز تسأل، فمن هنا لازم ان تكون عارف حاجتين كمان. الحاجة الاولى هي ازاي تكون جملة بشكل بسيط جدا، الحاجة التانية ازاي تكون سؤال، وهما الاتنين اساسا بيودوا على بعض. يعني هي الجملة فيها تقديم، السؤال فيه تقديم وتأخير، والجملة بتعكس ايه؟ بتعكس اللي موجود في السؤال، وده هتلاقيه برضو بالتفصيل في الفيديو ده. يبقى ان شاء الله الفيديو ده تذاكره كده كويس، تسمعه كله، ما تكسلش، ما تقولش ده ساعة وشوية فلا طويل، لا اسمعه كله، وبإذن الله هيفرق معاك جدا جدا في سؤال المحادثة وسؤال الموقف. سؤال الموقف من أسهل الأسئلة، يعني 3 درجات مضمونين، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. طيب سؤال الموقف، هل اكتفي باللي موجود في الفيديو هنا؟ انت ممكن تكتفي بده في حالة واحدة، لو انت كنت متابعنا من زمان، فانت كنت، احنا كنا دايما كل يونت كنا بنحل على المواقف اللي موجودة فيها كلها، كنا بنحل دايما نص المواقف مثلا اللي موجودة في كل يونت، واحيانا المواقف كلها، فكان ده تدريب. فانت لو لسه يعني متابعنا قريب، فعلشان تضمن الـ3 درجات دول بإذن الله اللي هم يعتبروا 10% من الامتحان، انت المفروض، او اللي هم يعتبروا كام يعني، 3 من 30 من درجات الامتحان، فالمفروض ان انت تذاكر اخر كل يونت، اخر كل يونت في اللي احنا قلناهم، وتشوف اللي احنا الحل بقى الاسئلة بتكون ازاي والحل بيكون ازاي. بعد كده تيجي تذاكر الفيديو ده اللي هو فيه ايه بقى، حاجات بشكل عام بقى اللي هو على المنهج بشكل عام، اتفقنا؟ طيب ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده سؤال القطع، وده يعتبر تاني اسهل سؤال في الامتحان بعد سؤال الموقف. الامتحان فيه 3 اسئلة سهلين جدا جدا جدا، و3 اسئلة يعني بعدهم شوية، او يعني محتاجين حد مذاكر شويتين. طيب تاني اسهل سؤال هو ايه؟ هو سؤال القطع. سؤال القطع احنا اهتمينا بيه كتير جدا جدا اثناء الشرح، وكنا دايما كده بنيجي في مثلا يكون في يونت او حاجة، بنكون جايبين القطعة اللي على اليونت ونقعد نحلها مع بعض. طيب انت مش عايز ترجع لكل اللي فات ده، عندك الفيديو ده 53 دقيقة موجود فيه 6 قطع الموجودة في نماذج كتاب المدرسة، ازاي نحلهم، ازاي نتعامل مع القطعة، نبدأ بايه ونسيب ايه، لو في كلمة مش عارفينها هنعمل ايه، كل الكلام ده موجود في الفيديو ده، فبرضو لو شفته هيساعدك كتير جدا 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 ان شاء الله. طيب ايه اللي بعد القطعة؟ نيجي لحاجة مهمة جدا 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 وسهلة قوي برضو في نفس الوقت. ايه هي؟ هي سؤال القصة. ازاي نذاكر القصة؟ مش هنيجي هنا، هنيجي على البلاي ليست دي، هنلاقي 3 بلاي ليست، ادي عندنا واحدة اهي شرح قصة بلاك بيوتي، هي دي اللي احنا عايزينها، تمام؟ هنلاقي فيها حوالي 20 فيديو، دول 20 فيديو من البداية اهو، اول الجزء الاول ده شابتر 4 الجزء الاول لحد النهاية. طيب ليه نذاكر بقى، ليه نذاكر من الشرح مش نذاكر من المراجعات؟ اولا لو انت طبعا مذاكر الشرح فانت خلاص مش محتاج ان انت تذاكره تاني، اما لو مش مذاكر الشرح فانت عندك مثلا فيديو شرح زي ده، تمام؟ هيكون الفيديو مثلا عبارة عن كام؟ 23 دقيقة، فاللي هو مش وقت كبير في الفيديو، فترة كبيرة منه او فترة
نوعا ما لحد هنا كده 17 دقيقة بيكون في شرح. طيب اخر بقى او 13 دقيقة بيكون في شرح، اخر 10 دقايق دول هيكونوا ايه؟ هيكونوا اسئلة، اهم الاسئلة او كل الاسئلة اللي ممكن تيجي على الشرح اللي فات ده، وهكذا في كل بارت من البارتات دي. يبقى انت لو مذاكر سمعت الشرح كويس، بعد كده ذاكرت الاسئلة اللي موجودة عليه، زي مثلا هنا الاسئلة دي ادي السؤال ويظهر الاجابة بتاعته، فلو انت مذاكرهم كويس قوي يبقى انت اي سؤال هيجي على الفيديو ده انت ضامنه. طب لو انت مذاكر الفيديو ده والفيديو ده والفيديو ده وكل الفيديوهات دي، يبقى انت كده ايه؟ ضامن القصة بنسبة كبيرة جدا جدا ان شاء الله ان انت تقفلها. تمام؟ طيب ذاكرنا الشرح، الشرح ممكن ياخد مننا ايه؟ مثلا كل شابتر مثلا ممكن ياخد مننا ساعة ونص، فساعة ونص النهاردة، ساعة ونص بكرة، ساعة ونص بعد بكرة، يبقى انت ايه؟ خلال 3 ايام ذاكرت القصة كلها. بعد ما تذاكر القصة تعمل ايه؟ عندك دلوقتي مراجعة شابتر 4 وشابتر 5 وشابتر 6، دول من كتاب المدرسة، بنقول ملخص للأحداث اللي حصلت كلها في كل شابتر، وبعد كده بنحل من كتاب المدرسة، فده مهم جدا نشوفه. طيب خلصنا الكلام ده نعمل ايه بقى؟ نيجي لأهم حاجة، أهم فيديو موجود في القائمة دي أصلا، الفيديو ده. ده فيلم كرتون عن قصة بلاك بيوتي كامل ومترجم بالعربي وكل حاجة، يعني زي ما انت عايز، يعني بالكلام قدامك بالانجلش وعندك الترجمة تحت بالعربي، الترجمة تحت هنا بالعربي والكلام عادي انجلش، ودوت المنهج اللي موجود عندنا، يعني مش مختلف خالص عن المنهج اللي موجود عندنا، نفس المنهج بالظبط. فده مهم جدا ان احنا نتفرج عليه. طب ليه نتفرج برضو على ده؟ ده عبارة عن كام؟ نص ساعة. تخيل ان انت بتراجع على القصة كلها كاملة في نص ساعة بس، فحاجه بصراحه يعني انا لو مكانكو الفيديو دوت انا هحفظه. ليه؟ لان انت دلوقتي وانت شايف جينجر هنا بتتكلم، فخلاص سيبت في دماغك جينجر وهي بتتكلم، سيبت في دماغ الاحداث، نظرات العين، الموضوع ده العقل اصلا بيحفظ بالمناظر، بيحفظ بالصور، فانت لما تكون عارف الصوره الكلام اللي اتقال قدامك الترجمه مش هتقع ابدا. هديكم مثال على حاجه بسيطه جدا، انت دلوقتي جيت حصل لك حاجات امبارح، تمام، وانا جيت سالتك فيها، هل اي سؤال انا هساله لك مش هتعرف انت تجاوبني؟ هتعرف تجاوبني. ليه؟ لان دي احداث حصلت لك في يومك فانت حافظها، حافظها صم. بقول لك كلت ايه امبارح، طيب هو مش عارف لما انت كنت خارج ايه اللي حصل، اي حاجه، اي سؤال انا هحاول الف عليك والف وادور فيه هتعرف تجاوبه. ليه؟ لانك حافظ احداث يومك. فانت كذلك لو حافظ احداث القصه انت مش محتاج اصلا تكون مراجع كل الاسئله، لان بما انك حافظ الاحداث فخلاص اي سؤال هيجي لك انت هتقدر تجاوبه بمنتهى السهوله. فالفيديو ده يا جماعه مهم جدا جدا. طيب اخر حاجه بقى لازم نعملها، الفيديو ده، ده اخر فيديو احنا كنا نزلناه، وده فيه حل القصه واختيارات وري رايت. ادي مثلا هنا القصه اهي، فده القصه اللي موجوده في الست امتحانات، برضو بنشرحهم كده شرح بسيط في كل سؤال وبعد كده بنحله. انت لو اهتميت بالحاجات اللي موجوده هنا دي باذن الله، باذن الله بنسبه 100% ان شاء الله معاك 7 درجات في جيبك وانت داخل الامتحان. اتفقنا يا شباب؟ طيب نرجع تاني للقائمه العاديه بتاعتنا. احنا كده اتكلمنا على سؤال المحادثه، سؤال المواقف، سؤال القطع، وسؤال القصه. يجي بعد كده دور سؤال الاختيارات. طيب الاختيارات ديت بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن 6 اسئله اختيارات، 6 اسئله اختيارات. الست اسئله دول في 3 منهم عن الكلمات، وكتير جدا بيجي منهم تعريفات، يعني التعريفات اللي بتكون موجوده، حتى احنا حاطين التعريفات في كل الفيديوهات اللي احنا عاملينها، فيها التعريفات اللي في كل يونت فيديوهات الشرح، فالتعريفات مهمه جدا يا ريت تحفظوها، من اهم الحاجات اللي بتيجي عليها في الاختيارات. طيب ايه الثلاثه التانيين؟ بيكونوا على الجرامر. الجرامر عندنا في اشكال المستقبل، ده سهل جدا جدا، 4 اشكال، ده يونت 10 موجود الشرح بتاعهم برضو، لو انت حبيت ان انت تشوفهم في اول فيديو اتعمل، الفيديو ده بارت 1، ده الشرح بتاع اشكال المستقبل موجود، وموجود الحل عليه اللي موجود في الكتب ومحلول عليه وكل حاجة ايه مظبوطة فيه وسهل جدا. طيب تاني حاجة عندنا يونت 11 بارت 1، هنلاقي موجود فيه must have و can't have و might have، ده جزء، وعندنا should have و should have و shouldn't have، ده جزء تاني، تمام، برضو مشروحة هنا ومحلول عليها كويس جدا، وهي سهلة جدا في الري رايت. ممكن
يعني محتاجة تفكير شوية في الاختيارات زي ما شفته في الست نماذج اللي احنا حليناهم مع بعض. لكن هي في الريرايت سهلة جدا جدا جدا. هنلاقي هنا في الفيديو في تركيبة كده معينة موجودة، احنا نحفظ بس التركيبة دي وخلاص هنقدر نجاوب اي سؤال. هو بيكون قايل لك اصلا حط شد او حط كود، فانت هتقدر تجاوب اي سؤال بمنتهى البساطة. ماشي، يعني مثلا زي هنا كده، ثواني نظبط الصورة. مثلا زي هنا، هو هنا بيقول ايه، she speaks excellent French. I am sure. I am sure دي هنلاقي ان هي موجودة اصلا في الشرح، بتساوي must have، واحنا بنشيل الحاجة اللي بتساويها في المعنى. فنزلنا الجملة الأولى زي ما هي، الجملة التانية حطينا الفاعل، حطينا must have، شفنا الفعل اللي عندنا وحطيناه في البي بي وكملنا الجملة، وهكذا في كل ايه، في كل في كل يعني كانت او مايت او كمان شود نفس الوضع. تمام، فده سهل جدا جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا ايه مقفلين الدرسين دول حلوين. طيب ايه بقى الدرس اللي ممكن مش سهل شويه اللي محتاج تركيز؟ الدرس ده الدايركت والاندايركت سبيتش. عشان كده ده الدرس الوحيد اللي انا ما شرحتوش في يونت اصلا. يعني انا هنا ده بارت 1 بيتكلم على اللانجوج نوتس واللي هنجيلها دلوقتي، وده بارت 2 بيتكلم على المواقف. اما ده حطيت الجرامر كده في فيديو لوحده وخد ساعة وتلت. طب ليه؟ لانه اولا معتمد على التأسيس الصح زمان، ويعني للأسف ده مش موجود في المدارس عندنا، فمتعب شوية. فعشان كده كنا مضطرين ان احنا نشرح حاجات المفروض ان هي قديمة والمفروض ان هي تكون معروفة. فده اهم فيديو، اهم فيديو بجد في كل الفيديوهات اللي موجودة في الجرامر، الفيديو ده، لان الفيديو ده بيضمن لك الفيديو بتاع يونت 13. انت لو مذاكر ده كويس هتيجي على يونت 13 مقفله. ده بيتكلم على الغير مباشر والمباشر في الجمل سواء خبريه او امريه، والامريه فيها سهله جدا. لو جات لك جمله امريه يعني يبقى والدتك دعيالك بصراحه، اما جمله خبريه تبقى مش دعيالك قوي يعني. لكن هنا بقى السؤال عندنا نوعين، في بهل وفي باداه استفهام، امتى نربط بكذا وامتى نربط بكذا. فده كله هنلاقيه في الفيديو ده. تمام، طيب ايه اللي عندنا بعد كده؟ عندنا يونت 14. يونت 14 بتتكلم عن حاجه بسيطه قوي قوي قوي، هي المبني للمجهول في المضارع التام. كل اللي انت عليك ان انت تعرف المضارع التام ده ايه، يعني ايه الحاجات الداله عليه، وان انت تعرف التركيبه اللي موجوده اللي انت بتحول على اساسها بس مش اكتر. وبعد كده بتحط بقى المفعول، وبعد كده هاز او هاف، بعد كده بين، بعد كده البي بي، وهكذا. فالموضوع هنا سهل جدا جدا جدا، من اسهل الدروس برضو اللي موجودة عندنا البريزنت بيرفكت باسيف. عايز اوريكو التركيبة بتاعته. دي تركيبة البريزنت بيرفكت اكتف. اكتف يعني ايه؟ الزمن نفسه. تمام، سبجكت هاز هاف زائد ايه البي بي. نيجي بقى على، عايزين نشوف الباسيف، دي الكلمات الدالة. نيجي هنا الباسيف اهو، اللي انا عايزكم تعرفوه دي، حتى انا عامل عليها خط وانا بشرح اهو. انت لو عارف دي كويس مستحيل 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 تغلط في اي سؤال في الجزئيه دي، في البريزنت بيرفكت باسيف، مستحيل بجد. انت الاوبجكت بتشوف هل هو مفرد ولا جمع. الاوبجكت سهل جدا، كنا شارحين ازاي بنحدده في الفيديو ده، مفرد ولا جمع. مفرد ناخد هاز، جمع ناخد هاف، بعد كده بين كده كده ثابته، بعد كده كل عليك ان انت تكون حافظ البي بي. والبي بي بالمناسبة، عشان كان في زميل سأل، هي موجودة في آخر في كتاب المدرسة، موجود صفحتين كده البي بي اللي موجودة عندكم في الايه، في المنهج كله، التصريفات التلات تصريفات الايه الشواذ يعني. وطبعا موجودة في كتب جيم والمعاصر وكده، بعد كل يونت كان بيجيب ايه مجموعة منه. فالدرس ده سهل جدا، يا ريت ان انتم تكونوا مقفلينه كويس وعندكم الشرح بتاعه وتقدر ترجع له في اي وقت. طب ليه انا ما حبيتش ان انا اشرح الجرامر تاني؟ لان بصراحه هنكون بنعيد نفسنا، الجرامر مشروح كويس قوي. انتوا بس يعني ايه، انا بحس ان انتوا بتكسلوا جدا يعني، حتى لو حد عايز يدور على حاجه بيسال ما بيدورش يعني. ابذلوا مجهود شويه عشان يبقى الحاجه تبقى جايه، مثلا الحاجه اللي بتكون جايه وانت مدور عليها كده ربنا بيبارك لك فيها. فالحاجه موجوده عندك متوفره، ممكن زمان ما كانش متوفر الكلام ده والشرح ان هو يكون كتير. وفي اساتذه تانيين، لو انت مش عاجبك الشرح بتاعي هتلاقي اساتذه تانيين كتير موجودين، وهوريك ان انت توصل لهم ازاي كمان، مفيش مشكله، المهم ان انت تستفيد بس. طيب يونت 15، يونت 15 حاله اف، احنا عملنا نجمه كده، نجمه
على ايه؟ على يونت 12، حطينا نجمه كده على الجرامر بتاعها، حط نجمه كمان على حاله اف دي يونت 15، علشان برضو من الجرامر المهم جدا. لو هيجيب لك في ريراي ثلاث حاجات لازم يكون فيهم حاجه اف، يا اما 15 يا اما 17، وهيجيب لك حاجه على ال دي يعني مش اكيد قوي، بس ممكن كمان يجيب لك على شود هاف او ماست هاف اللي هو الدرس بتاع يونت 11، هيجيب عنه، فهيجيب عن يونت على حاله اف، لو سواء الثانيه او الثانيه او الثالثه، الثالثه في يونت 17 او الاولى بالنسبه للازهر، ممكن يجيب الاولى كمان، الاولى اسهل بكتير يعني. طيب ايه ممكن تاني يجيبه؟ اكيد هيجيبه باذن الله يعني بنسبه كبيره، لان صعب قوي ما يجيبوش. لو ما جابوش برضه تبقى حاجه كويسه ليكوا يعني، لان في ناس بتلخبط منكم فيه، مع انه درس سهل قوي، درس بتاع يونت 16 اللي هو بيتكلم على الماضي التام اللي هو بيفور وافتر، امتى ايه نحط بعد بيفور وايه نحط بعد افتر، من اهم الفيديوهات برضو يعني. عندنا تلات نجوم كده، نجمة على حالات اف 15 و17، نجمة على يونت 16 اللي فيها الماضي التام، نجمة على يونت 12 اللي فيها المباشر والغير مباشر، تمام. طبعا عندنا بعد كده يونت 18 هتكون حاله اف الاولى، ودي موجوده للناس اللي عندهم يونت 18 بس، اللي هم تقريبا الازهر بس، معظم العام اتلغى بالنسبه لهم كده. اتكلمنا على الري رايت والاختيارات. طبعا في الاختيارات بيجي لنا على، ممكن يجي لنا على اللانجوج نوتس، ودي موجوده في كل فيديو، في كل يونت هتلاقوها في بارت 1 دايما في اول الفيديو كده بيكون موجود كل اللانجوج نوتس اللي موجوده في المنهج. انت الحاجات اللي مش موجوده هنا بس في المنهج ممكن الكلمات، مش حاطين الكلمات كلها لان هيبقى صعب قوي، لكن باقي الحاجات كلها مشروحه كامله باذن الله. طيب بعد الريرايت عندنا ايه؟ عندنا الباراجراف، والباراجراف كان من اهم الاسئله واكتر الاسئله اللي خلال الشرح كان ايه ناس بتطلبه، عايزين شرح الباراجراف. ادي عندنا شرح الباراجراف نزل اهو موجود، ازاي نعمل الباراجراف، وكمان بعد ما شرحنا ازاي نكون الجمله والسؤال، بس ناخد الجملة بس يعني ازاي نكون الجملة، فهتفيدنا برضو في الباراجراف، ازاي نعمل باراجراف وازاي نعمل ايميل. هو الفيديو عبارة عن 38 دقيقة، هتكون بإذن الله تقدر تكتب باراجراف بشكل كويس. وحاجة إضافية كمان، الناس اللي لسه مكملة معانا الفيديو، حاجة إضافية بقى ليكوا عشان يعني جدعان كده ومكملين، مش ناس كسولة، احنا هننزل، ادي ده اكونتي على الفيس، ممكن تدوس هنا كده توصل للاكونت، هيكون ظاهر لك الاكونت كده، تمام. ممكن تبعت اد، ممكن تبعت رساله، اي حاجه. وكمان هحط لكم في الوصف بتاع الفيديو ده، هحط لكم لينك لجروب، هيكون الجروب ده بتاعنا، بتاع الناس اللي موجودين على قناه اشرح لي، هنكون كده مع بعض زي عيله كده مع بعض. حد عنده سؤال، حد عنده فكره حلوه ممكن نعملها سواء في الاجازه سواء بعد كده، تكون حاجه مكان بيلمنا، بس طبعا بلاش ننشر بقى كوميكس حاجات كده يعني، خلينا ايه ده مكان نضيف كده بيجمعنا، بنحس فيه كده بايه، بان احنا بنعمل حاجه مفيده، اتفقنا. طيب هحط لكم ايه بقى في، سواء اللي هيكلمني على الخاص او اللي هيدخل في الجروب، هنحط ده بي دي اف كده موجود فيه حاجات ايه ممكن تساعدك برضو بالنسبه للايميل والباراجراف. يعني هنا مثلا مثال تو، ده الشخص اللي انا هبعت له فروم، انا الشخص ده الايميل بتاعي، السبجكت ادي الموضوع اللي هنتكلم عنه، ممكن ما تكتبش الديت عادي، ودي مقدمة ممكن تنفع بالنسبة لأي ايميل ممكن تكتبها هي كويسة، وبعد كده النقط دي هيكون مكانها الايميل اللي انت هتكتبه، وبعد كده ايه الجمل اللي في الاخر دي ممكن تكون ايه في النهاية. بلاش يورز دي تكون هنا، يعني انا مش عايز الشكل ده، انا عايز الشكل اللي انا كنت حاطه في الفيديو. طيب انما طب انت حاطط لنا البي دي اف ليه؟ علشان مثلا المقدمة دي، يعني المقدمة دي تكونوا ايه عارفينها، عشان الخاتمه دي تكونوا عارفينها كده يعني، عشان الكلام ده بس، تمام. بكرر تاني عشان الكلام ده بس، انما الشكل انا عايز الشكل اللي كان موجود في الفيديو، الفيديو ده الشكل اللي كان موجود هنا بالظبط، تمام. طيب ايه تاني موجود؟ موجود بعض البروفيربس، حاجات اللي ممكن نستخدمها، مثلا نو جينز وزاوت بين، يعني من غير ما يبقى فيه الم مش هيبقى فيه ايه، مش هيبقى فيه مكسب، مش هي مش من جد وجد يعني، هو مش انا المحضر الحاجات دي، ولكن هي كويسه يعني ممكن نستخدمها. مثلا يونيون از سترينث، الاتحاد قوه، دي حاجه برضو كويسه، جمل ممكن نستخدمها ايه يعني، حاجات نعرفها كده بتستخدمها زي ما هي، يعني بتمسك دي كده بتحطها زي ما هي في الباراجراف بتاعك ماشي، بس تكون طبعا هتدي معنى، يعني انت عايز تكتب كلمه الاتحاد قوه
وانت مش عارف تكتبها ازاي اهي موجودة. acts speak louder than words دي جميلة جدا جدا جدا. الافعال تتحدث دايما اقوى، ويعني الافعال دايما احسن من ايه، من الكلمات او من الاقوال يعني، تمام. فدي برضو حلوة جدا ممكن نستخدمها، فدي proverbs ممكن نستخدمها موجودة. نيجي للمقدمة. انا ما بفضلش يكون في مقدمات، انا بفضل ان انت تكتب مقدمة من عندك زي ما اتفقنا. المقدمة بتكون ايه، عنوان الموضوع، تمام. لكن الناس اللي هي يعني شايفة الموضوع صعب قوي وعايزة مقدمة يعني خلاص حياة او موت بالنسبة لها، ممكن تكتب المقدمة دي كويسة وتنفع في اي موضوع. we must take into our consideration، لازم ناخد يعني في انتباهنا that this subject، الموضوع ده is a very important one، مهم جدا to talk about، عشان نتكلم عنه. as it plays a vital role، يعني بيعد ان هو بيمثل دور حيوي. انا دور كلمة دور دي بتروح مني على طول، دور حيوي in our life and society، في حياتنا وفي مجتمعنا، فتنفع في اي موضوع ايا كان الموضوع. دي جملة تنفع مقدمة. طيب جمل ممكن نكتبها في الموضوع غير فوق. it's crystal clear that، يعني من الواضح زي الكريستال ان، وبعد كده جملة مثلا that وراها جملة على طول. the society with all its classes should، ممكن ايه بعد should طبعا نكتب نصيحة. in addition to، وبنكتب حاجة، وبعد كده moreover، وزيادة على كده further more، وازيد من كده، تمام. فطبعا الحاجات دي ممكن نكتبها. ممكن نكتب في الختام finally I'd like to point out that what I have just written about this topic is just like biting a drop، ان ايه، ان اللي احنا كتبناه دوت يا دوب بس عبارة عن ايه، نقطة في محيط، يعني ان الموضوع كبير قوي يعني، تمام. انا بفضل تكتب من دماغك سواء مقدمة او خاتمة، لكن عشان تكون للناس اللي هي يعني متعودة على كده او عايزة كده يكون حاجة برضو وفرناها ليكم. لو موضوع ايجابي ممكن نكتب الجمل زي دي كده، طبعا النقط دي بتكون حاجات انت هتملاها. لو موضوع سلبي ممكن نكتب الجمل دي، ومديك مثال على البطالة. انا رأيي ان انت تخليك في الفيديو هنا وتنفذ الحاجات اللي فيه كده كويس، تمام، ده افضل بكتير. عايز بقى الذكي بقى اللي يعرف يستخدم الحاجات اللي موجودة هنا بنفس الشكل اللي احنا عملناه في الفيديو هنا. يعني انا عايزك تستخدم الشكل بتاع الباراجراف يكون زي ما احنا عاملين كده، بنسيب مسافة، بنعمل كذا، بيبقى الشكل ده كده، تمام. ملناش دعوة بقى بالشكل ايه اللي هو فيه مسافات كبيرة والحاجات دي، لا مش عايزين كده. احنا عايزين زي ما كان ايه، زي ما كان في الفيديو، لان ده الصح، ده الصح بنسبة 100%. التمن علاجات اللي كنا اتكلمنا عليهم لو فاكرينهم، تمام. اتمنى تكونوا كده ايه استفدتوا من الفيديو ده، وحابب كده اقول لكم تاني على ان الاكونت بتاعي موجود اهوت في عشان الناس كانت سالت عليه، موجود هنا اهو، ممكن تيجي عند الغلاف كده هتلاقي الاكونت، تدوس عليها بس هتروح على طول على الاكونت، وهيكون في الديسكريبشن موجود لينك الجروب احنا عاملينه للقناه. وبكره بالليل ان شاء الله هنحل امتحانين على المنهج، بس المنهج كله بقى، وهيكونوا من كتاب جيم، امتحانين من كتاب جيم. ده تدريب اخير، وده هيكون اخر يعني اخر لقاء بينا كده ايه في الترم ده. ربنا معاكم ان شاء الله، ويا رب نكون قدرنا نساعدكم خلال الترم كله وتكونوا استفدتم ولو جزء بسيط. او بالمناسبة كنت قلت لكم ان انا ايه، عشان لو حد مش عاجبه الشرح يعني يقدر يعمل ايه، دي related channels، دي قنوات برضو بتشرح ايه المنهج بتاعكم، يعني مش كلها بتشرح تالتة اعدادي، لكن في منها بيشرح تالتة اعدادي. فاللي هو لو انت مش عاجبك الطريقة او مثلا الشرح، ممكن تشوف برضو القنوات دي وان شاء الله تفيدك سواء انا او هما، مفيش اي مشكلة. اتمنى تكونوا بخير، واتمنى تذاكروا كده كويس وتنفذوا الحاجات اللي احنا قلناها دي. ربنا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.